يعطيكم العافية إسراء وكاشة. برأيي إنه بما إنه الأسرة هي عنصر أساسي من تنشئة الفكر للشخص، فإنه يجب أن يتم تسليط الضوء عليها، إنه ليش ما يكون في برامج توعوية تقدم للأهل بطريقة التعامل مع أبنائهم إذا كان في حالات تطرف. التطرف الأول يعني بيبدأ خاصة بين الإخوة بحد ذاتهم، يعني إذا كان في تمييز وتطرف، فإنه الأسرة حالياً لا تملك أي فكرة عن تنمية الفكر السليم لأطفالها. شكراً لك. محمد ملحم، معهد الإعلام الأردني. أهلاً محمد. تحدثنا عن التطرف وأسبابه واتجاهاته وآليات التعامل معه. إلى أين يتجه التطرف في المنطقة العربية في ضوء الأعداد الكبيرة من المتطرفين العرب الموجودين في سوريا والعراق؟ نعم، بالتأكيد هو هذا الموضوع يقلق كل المناطق المحيطة بالعراق وسوريا، ولعل هناك مفارقة انتقالة واضحة للتطرف وللإرهابيين، حيثما يكون زعزعة الأمن في هذه المنطقة أو تلك. لذلك هناك توقعات بأن يصار توجه المتطرفين في قادم الأزمان إلى المناطق الأفريقية وتحديدا ليبيا والمناطق التي ممكن أن تكون قريبة من عدها، كأن يكون مصر. لذلك هذا التحول يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، وتكون المعالجات الأمنية على مستوى وزارات الداخلية والوزارات المختصة.